السلام عليكم ورحمة الله، محبي عائلة محبي الطيور يوسف، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الفريد من نوعه الذي سنقوم أو سنتطرق من خلاله على شرح بعض المعلومات عن الأفاعي وأطرق صيدها. أعتذر لأنني قمت بترويج لهذا الفيديو على الانستغرام، ولكن لم تسمح لي الظروف التي أمر بها لأنشره لسبب الأشغال التي شغلتني أو الظروف التي أنا أمر بها حاليا. في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية اصطياد بعض الأفاعي والتعرف على أنواعها. لنبدأ في شرح الشرح إن شاء الله تكون الطريقة بهذا الشكل، حيث أن الأفعى نقوم بإمساكها من ذيلها أولا، ثم نضع عود أو شيئا ما على جهة رأسها حتى نتمكن من لإمساك الرأس بهذه الطريقة. هنا نتأكد أن هذا النوع غير سام، يعني هناك أنواع سامة وأنواع غير سامة. وكيف لي أن أعرف النوع السام والنوع غير السام؟ يعني الفرق سهل جدا جدا. الفرق هو أن الأفعى السامة هي تتربص بالفريسة، وأما الأفعى الغير السامة فهي تتتبع الفريسة وتتبعها، حين تمسكها تقوم بعصرها عكس السامة. السامة تلدغها فقط، يعني تلدغ فقط، يعني أنها لا تقوم بعصر الفريسة. ثم أن النوع الذي يحب الأماكن التي يوجد فيها البشر هي من الأنواع التي غير سامة التي تحب البشر، حيث أن مع وجود البشر يوجد فئران، يعني أن نقول له الأفعى الصيادة أو بالدارجة مول الفيران، هذاك مول الفيران، يعني هذا النوع ليس فيه السم، فإنه يحب أكل بيض الطيور وفراخ الطيور وبيض الحمام إلى آخره، وأكل الثدييات الصغيرة كالفئران وفراخ الأرانب. ثم يأتي النوع الثاني، هو ذو اللون الأخضر. هو كذلك هذين اللون النوعين، هذا النوع والأخضر، هما نوعان مشهوران بعدم سميتهما في المغرب. أما الأنواع الأخرى تكون ألوانها زاهية، فهذه يعني تكون فيه عدة ألوان، ليس بهذا الشكل وإنما بشكل آخر، تكون سامة، يعني إن كان فيه اللون الأحمر أو الأسود أو الأصفر فإنه سام. هذا يدل على، كما تلاحظون في هنا في هذه اللقطة، فإنها تحاول عصر أصابع يدي، يعني اللقطة هنا يحاول صديقي إفلات يدي، لأن هي ليست سامة، تقوم بعصر يدي من أجل إفلاتها. هي هنا إذا اقتضى القدر أنها لدغت كهذه فلن تصيب بأي مرض. هنا حين انتهينا من تصوير هذا المقطع، قمنا بإطلاق سراحها لتذهب وتعيش بسلام. أتمنى أن يكون هذا المقطع خفيفا على قلوبكم، ولا تنسوا دعم القناة. راكم في الأمة.